هاد الوقفة احتجاجية ديال اليوم ديال محطة 4 فبراير 2021 هي محطة من مجموعة ديال المحطات النضالية اللي تتخذها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصين من خارج السلم. وهنا تنتحدثوا على أساتذة الابتدائي والإعدادي وملحق الاقتصاد والإدارة بما فيهم المتقاعدين، لأنه هنا تنتحدثوا على واحد ما يمكنناش نكملوا ونقولوا على أنه مطلب، هذا حق، لأنه تم الاتفاق على خارج السلم، تمت المصادقة عليه، ولكن المشكلة مشكلة ديال الأجراء، هو حق مشروع لم تتم الأجراء دياله. نحن الآن في أمام مديرية الإقليمية لسالا، جينا باش نجسدوا هاد المحطة النضالية ديال اللي دعت ليها التنسيقية، جينا ولكن تفاجئنا بقرار منع ديال هاد الوقفة الاحتجاجية نظرا للظرفية الوبائية. بحس وطني تقبلنا هاد قرار المنع، ولكن في نفس الوقت التزمنا به، ولكن في نفس الوقت تنتظروا الالتزام ديال الوزارة المعنية والدولة بالأجراء ديال خارج السلم بالنسبة لهذه الفئات المتضررة، ومحاربة هذا الإقصاء وهذا التهميش ديال هذه الفئة بالضبط اللي ما تتعنيهاش خارج السلم بالنسبة للوزارة. ولكن تأكدوا عليها وتنعودوا لأنه حق مشروع وتمت المصادقة عليه وننتظر أجراءاته. عبد المجيد الحريشي، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اختصارا لفنو، متواجدين اليوم كالعادة لدعم جميع الحلقات المظلومة والمسمومة في المنظومة وزارة التربية الوطنية، واليوم موعد مع تنسيقية الأساتذة الذين تم إقصاؤهم من حق استراتيجي وحق مشروع اللي هو الحق في الترقي. وانتم كي تشوفوا كما جرت العاده، كانت عوض الحوار وعوض الاستجابه كان المنع وكان القمع، وتمنعات الوقفه من الاصل ديالها. ومره اخرى حنا تنقولوا للوزاره انك غلقتي الابواب ديالك للحوار، غلقتي الابواب التعاطي الجدي مع قضايا الشغيله، ولفتي بالنساء ورجال التعليم واصبحوا الان عرضه انهم المنع كل انواع التضييق والتعنيف. وشكرا.